السلام عليكم. دونك هذا الفيديو هذا درتو غير باش نجاوب على لا بليبار دي كيسيون اللي كيطرحوا لنا في واتساب او لا في لاباج فيسبوك بين سينس على لوفر اللي كنا خدمنا في الاس 1 واللي صراحه لقى واحد الاقبال كبير وحتى لي ريزولتا يعني كانوا تري تري بون موين يعني لا بليبار كانت عنده ان موين فوق 14.5. دونك هادشي اللي شجعنا باش نزيدو نكملو حتى الاس 2 ونزيدو بيان سور دوطخ موديول ونكملو حتى مع الدوزيام اني. دونك هاد لوفر هذا هو واحد لوفر اللي هو 100% اون لين يعني ما خصك غير بي سي وكونيكسيون تكون مزيانه وبامكانك تنخرط معنا. بالنسبه لي ستوديون اللي هما كونسيرني بار هاد لوفر هذا دونك كنخدموا تقريبا مع جميع لي زيكول سوبيريور اللي كاينين في المغرب انسا انسام انسياس ان بي تي بيان سور كاين حتى الدراري ديال لا فاكولتي دي سيونس تكنيك يعني الدراري ديال بي سي جي والميب سي او لا حتى الدراري ديال لا فاك العاديه اس ام بي سي اس ام اي ا اس في دي دونك اي برونش عند فيها لي ماتيير لي ماسيونتيفيك دونك كنخدموا معاهم. كاين حتى الدراري ديال الجروب ديال لي زونيفرسيتي انترناسيونال دونك حتى هادو كيكون ان جروب سبيسيال ليهم حيت تقريبا كاينين دي موديول اللي كيكونوا متابعين مع لي زوتر فاك وكاين بيان سور دي موديول اللي كيكونوا شويه غير لهاد لي زونيفرسيتي انترناسيونال. لا ميثود دو طرافاي اللي كنخدموا بها دونك كنخدموا كما كتشوفوا اون طابليت غرافيك دونك لا طابليت غرافيك اول حاجه يعني كتكتب براحتك في ليكرون. ثاني حاجه كنخدموا عبر المنصه ديال زوم دونك زوم باش هكا كتكون لانتيراكسيون مع الطالب يعني الطالب بامكانه يوقفك ويطرح لا كيسيون بامكانك تجاوبو وتكمل وبيان سور فاش كتسالي لا سيونس ديال كيبقى لك كوسوسوا لو دوكيومون بي دي اف دونك اللي ما فيه ما يعاود لا سيونس كامله او لا من بعد غادي نهضروا على لي زافونتاج كيبقاو حتى لي سيونس اونجيستري. وصلنا دابا لي زافونتاج ديال هاد لوفر هذا دونك اول افونتاج اللي كيبان حنايا اللي هو يعني تري تري انتريسون اللي هو لو جروب اللي ليميتي 25 دونك 25 واحد بار جروب باش هكا كيكون ان سويفي كنديروا دي كونترول شاك موا يعني كتكون واحد لانتيراكسيون ما بين لو بروف و ليتوديون. لافونتاج الثاني اللي هو لو سويفي بلس لونكادرومون دونك اي بروف معنا عنده ان جروب ديالو هاد لو جروب ديالو كيحاول يعني اي واحد ما فهمش شي حاجه في لا سيونس كو سوسوا افون لا سيونس ولا ابري لا سيونس اولا ما فهمش شي حاجه في الكور ديالو دونك بامكانه يحطها في لو جروب واتساب وبامكانه يلقى لا ريبونس ديالو مع عند البروف يعني تقريبا لو جور ميم. الحاجه الثالثه كما قلت لكم في الاول بان لي سيونس اي سون اونجيستري يعني كاين دري اللي كيبغي يعاود لا سيونس ما فهمش لا سيونس وكيبغي يعاود يرجع لها دونك توت لي سيونس كيبقى اونجيستري بامكان اي واحد يرجع لهم ويشوف يشوف لو موديول كامل. بيان سور كتبقى الا ما فهمتيش شي حاجه عاوتاني في هاد لي سيونس اونجيستري كتمشي للواتساب اللي كما قلت لكم لو جروب اللي ليميتي حتى هو 25 كتحط لا كيسيون ديالك وكتلقى البروف اللي غادي يجاوبك. الوقيتات ديال لا سيونس دونك هذا هو المونتاج الرابع وان الوقت ديال توت لي سيونس دونك حنا ما عندناش ان سونتر لوكال يعني ما كنخدموش لي دو او ميم طون كنخدموا مع الناس ديال اولين دونك كنخدموا غير مع 8 الفوق باش هكا غالبيه ديال الطلبه كيكون يعني ديسپونيبل وكتكون البيك ديال البريزونس يعني كتكون طالعه وحتى اللي تعذر عليه ان وقعلو شي مشكل وما حضرش شي سيونس دونك بامكانه يرجع لا سيونس اونجيستري وبامكانه يسول لو بروف يعني دون مانيير اللي هي ليبر. لي بروف اللي غادي يقراو لكم لا بلوبار سو سون دكتوران يعني ديفيرون ديسيبلين دونك معنا ايوب دكتوران في لونيفرسيتي ديال باريس اللي غادي يتكلف بلا اي حاجه عندها علاقه بليمات ابليكي وبالداتا ساينس. معنا سي يوسف اللي هو اكسبير في لا فيزيك ديال لا ماتيير كوندونسي دونك اي موديل فيه لا تيوري هو اللي غادي يتكلف به وبيان سور كاين انا اللي هو دكتوران في لا فيزيك ديال لي نانو ماتيريو و الكترونيك موليكولير اللي غادي نتكلف بلي موديل اللي فيهم شويه ديال الاكسبير.